شنطتها اللي بنص مليون جنيه باظت، ولما جت تاخد حقها من صاحب المغسله قال لها اللي تعرفي تعمليه اعمليه، اخبطي راسك في الحيط. الفنانه هاجر احمد اسمها تصدر الترند بعد ما نزلت بوست بتحكي فيه عن تجربتها السيئه مع مغسله مشهوره في مصر. الحكايه كلها ان بنتها بقعت الشنطه بالالوان بتاعتها، فقررت توديها لمكان معروف علشان يرجعوا لها الشنطه جديده من تاني، لكن اللي حصل كان العكس. اتصلت بالمغسله اقنعوها ان الموضوع مش هياخد منهم وقت، بعد اسبوع بتتفاجئ بالشنطه جايه لها محروقه وممسوح منها اسم الماركه اللي بالمناسبه معمول بميه الذهب. رجعت الشنطه للمكان وقالت لهم انا عرفت انكم بوظتم حاجات كتير لناس وكلها غاليه. رد عليها وقال لها اللي تعرفي تعمليه اعمليه واخبطي راسك في الحيط. علشان كده قررت تشارك تجربتها مع متابعينها وتحذرهم من التعامل مع المكان ده. وفي النهايه يا ترى لو معاكم نص مليون جنيه هتشتروا بيه ايه؟